تفسير رؤية سيدنا يوسف في المنام. فتفسير رؤية سيدنا يوسف عليه السلام في المنام له العديد من أوجه التفاسير، ويختلف تفسير رؤية سيدنا يوسف عليه السلام في منام الرجل عن منام المرأة العزباء أو حتى المتزوجة والحامل، ويختلف أيضا من كون الرجل مغترب عن أهله أو موجود معهم. تابعوا معنا. فسر ابن سيرين رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في المنام بالنسبة للفتاة العزباء أنه زوج وغنى في الطريق إليها، أما إذا كان الراعي مسجونا فهذه بشرى بفك حبسه وعز سناله بعد قهر، أما إذا كان الراعي مغتربا فهذه بشرى بعودته لبلده وكذلك تمكينا له في الأرض. وليس دائما رؤية سيدنا يوسف عليه السلام تبشر بالخير في المنام، فإنها قد تدل أيضا على وجود ظلم أو وقوع مصيبة يتسبب بها الأهل والأقارب أو افتراء بالباطل. تفسير رؤية سيدنا يوسف في المنام للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها سيدنا يوسف عليه السلام فهذه بشرى لها ودليل على قرب زواجها وبشرى لزيادة في رزقها وغناها بإذن الله. فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها اسم يوسف فهذا يعد بشرى بقرب زواجها من شخص أمين وكريم، وسيكون زوجا يحمل كل الصفات والأخلاق الحميدة، وسيكون زواجها مبني على الاحترام والمودة والرحمة والتسامح، وسيكون مباركا فيه بإذن الله. تفسير رؤية سيدنا يوسف في المنام للمتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة أو سمعت اسم يوسف عليه السلام فتعد هذه بشرى خير بانتهاء هذا الضيق لها وقرب موعد الفرح والفرج، وأن رزق الله سيأتيها من حيث لا تحتسب، كما تدل أيضا على أنه سينال زوجها شأنا عظيما ويعلو مركزه وسيحصل على زيادة مالية، كما أن رؤية اسم يوسف في منام المرأة تدل على حسن خلقها ومحبة الناس لها لحسن معاملتها وكرمها لهم. أما تفسير رؤية سيدنا يوسف في المنام للمرأة الحامل يدل بشارة على أن المولود سيكون صبيا أو بنتا تحمل من الصفات ما حملها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من حيث الأخلاق الحميدة والجمال الرباني المتكامل. بينما إذا رأت الحامل في منامها أنها سوف تضع مولودا ذكرا وتسميه يوسف فهذه بشرى بأن المولود سيحمل من صفات سيدنا يوسف تيمنا به، وأن هذا الطفل سيكون له شأن عظيم عندما يكبر، ولهذا فإن تحققت الرؤيا وأنجبت ذكرا يجب عليها أن تقوم بتسميته يوسف لكي تتحقق رؤيتها كاملة.